ام كلثوم عظيمه، بس مين قال ان ما فيش زي ام كلثوم كتير بس ما اكتشفناهمش؟ فؤاد عبد المجيد بالنسبه لي عظيم جدا، بس مين قال ان ما فيش فؤاد عبد المجيد تاني ما اكتشفناهوش؟ وده اللي عايز افكر فيه معاكم بصوت عالي، وارجو ان احنا نشترك احنا الثلاثه في التفكير، احنا ممكن نعمل ايه عشان نقدر نكتشف فؤاد عبد المجيد تاني؟ يعني انا اظن ان احنا اكتشفنا فريده فهمي تاني وتالت ورابع، وانا بحبها قوي بالمناسبه، قوي قوي يعني، وبالتاكيد محمود رضا تاني وتالت ورابع. اصل مصر كبيره ومصر تراكم ثقافي وتراث عظيم، فبالتاكيد في ناس ما اكتشفناهاش، ولا ايه؟ اكيد اكيد، مصر طول عمرها ولاده يعني فنانين على مر العصور واعظم من بعض فعلا. يعني انا حاليا ممكن بتفرج على حاجات في الفيسبوك ومش فنانين خالص وناس ما لهمش علاقه بالفن بس اصوات عظيمه جدا. حلو. يعني اصوات، انا عملت كونتاكت مع اتنين، تعالوا بس القاهره وانا من فرقه رضا، وتعالوا لي مسرح البالون، هقابلهم طبعا بالاستاذ المايسترو بتاعنا استاذ هشام نبوي. حلو. ممكن يقدر يساعدهم وهم كمان يساعدونا، في اصوات كتير جدا عظيمه جدا، بس ممكن هم مكسوفين او مش عارفين الطريقه، مش عارفين يروحوا، مش عارفين السكه زي ما بيتقال، مش عارفين الطريق. يعني انا هوصل ازاي لفرقه رضا؟ يعني ممكن يبقى في حد زي حالتي كده مثلا طول الوقت مفتون بفؤاد عبد المجيد. فطيب، واكون عندي مثلا، طبعا ما عنديش ولا موهبه موسيقيه ولا بتاع، بس هنفترض ذلك، فانا هنا طب والله انا عايز اوصل لدكتور ايناس عبد، عايز اوصل ازاي؟ انا ممكن ما ابقاش عارف بالظبط، مش عارف همشي السكه دي ازاي. فهيبقى العكس دايما صحيح، انه حضراتكم اللي هتدوروا عليهم. بس مسألة صعبة يا دكتورة، تقعد تدور وتفتش هي مسألة صعبة طبعا، بس هم واجبهم برضه ان هم يقدموا نفسهم زي ما بيقدموا نفسهم للمطربين، يقدموا نفسهم لفرقة رضا، ده مش غلط يعني. يعني زي ما حضراتكم شفتوا اعلان او عرفتوا توصلوا لحد واصريتوا انك توصلوا، واسيب اسيب الكونسرفاتوار واسيب البيانو واقرر اعمل حاجة تانية، وزي محمد يسيب ليبيا ويجي، يعني حدوته ما رجعتش من ساعتها. حدوته صعبة. طب بيبقى كمان مسألة الاستمرار، يعني أنا ساعة أقعد أفكر أقول الفنانين والفنانات الرائعين دول قدرتهم على الاستمرار لازالت زي قدرات جيلكو، زي قدرات الجيل الأكبر وهكذا، ولا العزيمة تبدأ تفتر بعد شوية؟ ما اعتقدش، لان هو الموضوع اصلا هوايه. اوكي. فما الهوايه تقلب ان ده يبقى شغلي، هي برضو لسه موجوده هوايه لغايه النهارده. يعني ودي تبقى احلى حاجه في الدنيا. بالظبط، احلى حاجه. ان انا شغلي هو هوايتي. انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها، وممكن اكون نجحت فيها لان انا بعمل اللي انا بحبه فعلا. وممكن اسهر واتعب وبروفات لغايه الصبح، بس حاجه بحبها. هو ده سبب النجاح الوحيد، ان انت بتعمل الحاجه اللي بتحبها. فما فيش، انا زي ما قلت لحضرتك، انا خريجه الكونسير وعزفت مده حوالي 8 سنين من عمري، بس نجحت اكتر في الرقص لحد ما بقيت انا الراقصه الاولى بتاعه الفرقه. بالظبط، لاني حبيت الرقص. يعني عزفت طبيعي لاني بتعلم، بس ما كنتش موهوبه، زي ما كنتش رقم واحد في العزف، بس انا بقيت رقم واحد في الرقص. بقيت رقم واحد في الرقص. ده شيء رائع، شيء عظيم بجد، مش هزار. طب ايه اكتر حاجه بتحرصه او انا بقى هاخد فكره مساله انه فرقه رضا حاله من التوالي طول الوقت، ايه اكتر حاجه فرقه رضا بتزرعها جوه الراقصين والراقصات، مش هقول الراقصين والراقصات، الجداد اللي بيبقوا خلاص، يعني احنا خدنا قرار دول هيخشوا الفرقه، عدوا السنتين الاولانيين بتوع الفلترة الطحن، فانت هتخش دلوقتي بقى هتاخد القاعدة الذهبية اللي دي ما فيهاش تنازل. اولا لازم يحافظ على نفسه بدنيا، ما يتخنوش. دي مهمة جدا جدا جدا. نفسي اعرف احافظ على القاعدة الذهبية. هو صعب يعني طبعا. يعني هو صعب، بس لازم ما يتخنوش ولازم يتمرنوا، ومسموح لهم طبعا احيانا بيجي لهم حاجه يعملوها، يشتغلوا بتاع، ما يفقدوش هويه فرقه رضا. ممكن طبعا يعملوا تصوير، مش عارف ايه، كل ده طبعا بيحصل، بس
اما يروح الفرقه خرجت نجوم كتير طبعًا. يعني دخلوا السينما والمسرح والتلفزيون وما الى ذلك، وده وارد انه ده يجرى تاني وثالث ورابع. وفي فنانين كتير من فرقه رضا ما مثلوا في اسماعيل وعيدر يعني كله لا مش عايده رياض مش ناس فرقه قوميه انا اسف احنا حسن السبكي حلقه الشرباجي طبعا الشرباجي حسن عفيفي حسن عفيفي انا قلت السبكي حسن السبكي وطبعا فريد فهمي ما لا شك طبعا لا دول 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 يا رب طبعا دول الاساس. و وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، ان اللي اكتشف فؤاد عبد المجيد هو استاذ علي رضا. يعني محد يحكي لي الحدوته دي. هو كان بيروح قهوه في السيده زينب استاذ علي رضا اوكي، وكان بيسمع واحد بيعزف بالعود بيغني الموشحات دي مره الثانيه الثالثه. ده طبعا الحكايه دي اتحكت لي يعني. قال له انت بتعمل كده بقى لك كام سنه ولا؟ قال له انا طول عمري بعمل كده. قال له كده من غير كده ما او ده برضو ايه اللي اكتشفه قاعد في القهوه، وبعدين هو اكتشف هو كبير. طيب تعالى، طيب عزمه عنده في البيت، ومدام فريده بتقول لي جه، وراجل كده جميل مع عود قاعد يسمعنا، وطبعا انبهروا بالاداء بتاعه. واستاذ محمود بدا يفكر بقى ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل وايه، وبداوا يشتغلوا على الالحان، خدوا منه الالحان وغناها، وكانت ساعتها حتى توزيع نويره